الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا مصطفانا يا مجتبانا يا خاصة خاصة عباد الله، الصلاة والسلام عليك يا حبل الوداد، يا بحر الإمداد، يا صاحب الدلال الأعظم في ساحل الجلال الأعظم، الصلاة والسلام عليك يا شفيع، الصلاة والسلام عليك يا صاحب جبريل، الصلاة والسلام عليك يا لسان الترتيل، الصلاة والسلام على كفك الذي بايع الله به الوجود، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى ذاتك وعلى اسمك وعلى رسمك وعلى وصفك، كلما تليت الآيات وكلما نمقت العبارات وكلما نظمت الأبيات في مدحك يا رسول الله. جزى الله عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله، جزاكم الله خيرا يا رسول الله، جزاك الله خيرا يا رسول الله. جئت إلى هذا العالم فأهلت طلعتك إليه فتغيرت خصائص الإنسانية من البعد إلى القرب يا رسول الله. أطللت علينا بطلعتك الوردية وأنوارك الربانية، فأشرقت فينا من بعد الوثنية أنوار التوحيد يا رسول الله. يا رسول الله، وقفنا الليلة على بابك من جملة طلابك، وأنت أوسع جاها وأنت أوسع جاها وأعظم قدرا من أن نخيب ونحن على بابك. اللهم إن الكرامة إذا مات لديهم سيدا أعتقوا من أجله الرقاب، فبحق نبيك المرجه وحبيبك المجتبى وصفيك المشفع، إلا قضيت لنا في هذه الليلة بالغفران الأكبر الذي ليس من بعده عذاب، والرحمة الواسعة التي ليس من بعدها ضيم، والفرج الكامل الذي ليس من بعده ضيق. يا رب العالمين، لنا أمور لا تبديها المقالات، ولنا حوائج لا تتسع لها العبارات، وأنت الذي تعلم السر وأخفى، وأنت عالم بما في الضمائر. اللهم بحق حبيبك المصطفى، إلا قضيتها لنا الليلة، لنا في النفوس حوائج وفي الطوايا خفايا وفي النوايا خفايا لا تليق بالوقوف بين يديك. وإن الأرض قد جعلت مسجدا وطهورا لرسولك، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ومن أهل البرازخ ومن أهل المقامات وكل ما تجلت علينا من عين رحيمة، نسألك اللهم يا رب أن تمدنا بأمدادها وأسرارها وأنوارها، اجعل عوائد هذه الليلة عوائد الرضا علينا في الدين والدنيا والآخرة، الأهل والمال والعيال والأحوال، يا أرحم الراحمين، رقنا بها إلى أعلى مراقي رضاك.